دعما لجهود الحكومة الرامية إلى محاربة وباء كوفيد-19 والحد من انتشاره في الوسط المجتمعي، فإن برنامج الغذاء العالمي بام التابع للأمم المتحدة قدم معدات طبية إلى وزارة الصحة العامة، وهي عبارة عن مجموعة من الخيم التي تستعمل كمرافق صحية بالمستشفيات، وأنها بلا شك تساعد الوزارة في جهودها للتصدي لوباء كورونا، بحسب ما أفاد به ممثل برنامج الغذاء العالمي بتشاد إريك بريديسون، والذي أكد استعداد منظمته للوقوف مع الحكومة التشادية في هذه الظروف الراهنة. أما المدير العام النائب لوزارة الصحة العامة ثمن جهود الشركاء وخاصة برنامج الغذاء العالمي على المبادرة الإنسانية والتي جاءت في الوقت المناسب. كاد اليوم تعبت هذا المرض، إننا قريب 399 مرضى، دونك الماتيريال اللي ساعدنا عشان نكبروا في الكفاءة انت المستشفى والمستشفيات الإغليم يساعدنا عشان يكونوا المرضى يكونوا في هذا الباش، والباش قدرته بشيل قريب 80-100 سرير، ده شيء عظيم مرة يساعدنا، وده مثل قال الرئيس الدولة إدريس ديبي إتنو، كل المساعدات واجب في الحالة دي تكون تجينا في أي بسرعة. البرنامج العالمي للغذاء ساعدنا وأعطانا 15 باش. إن برنامج الغذاء العالمي بام شريك أساسي للبلاد خاصة في مجال الأمن الغذائي ومكافحة سوء التغذية.